إصبع يبدأ بحرف الهمزة. إي إي إشارة، إشارة تبدأ بحرف الهمزة. أو أو ماذا؟ نعم، أو أو أخطبوط، أخطبوط يبدأ بحرف الهمزة. أو أو أذن، نعم أذن يبدأ بحرف الهمزة. نعم يا صديقي الصغير، ما رأيك أن نلعب لعبة؟ انظر هناك، ستجد صورة دوار الشمس، اضغط عليها واذهب والعب، وأنا منتظرك هنا. هيا أنا منتظرك.